الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، والنهارده نكمل كلامنا عن شخصيه يوسف. المره اللي فاتت انتهينا ان يوسف فسر الحلم لرئيس السقاه، وكان الحلم مشجع جدا، وزي اللي مات وقام بعد 3 ايام هيطلع من السجن ويرجع تاني لمكانته عند فرعون. ويوسف في الاخر قال له بس افتكرني، وبس افتكرني دي كانت ايه لحظة ضعف ما بالنسبة ليوسف القوي اللي عايش متكل على ربنا اتكال كامل، فترجى ان انسانا يخلصه ام الانسان ده نسيه. يقول له انما اذا ذكرتني عندك حينما يصير لك خير تصنع الي احسانا وتذكرني لفرعون وتخرجني من هذا البيت، لاني سرقت من ارض العبرانيين وهنا ايضا لم افعل شيئا حتى وضعوني في السجن. فتلاحظوا ان يوسف يعني الاول مرة يشكي كده ويقول انا مظلوم، انا جيت هنا غلط، ويعني يا ريت حد يكلم فرعون، ويعني ما تمشيش مع مستوى ايمان يوسف وعظمته اللي سايب ربنا يسوق حياته. لما رأى رئيس الخبازين انه عبر جيدا قال ليوسف كنت انا ايضا في حلمي واذا 3 سلال حوارية على رأسي وفي السل الأعلى من جميع طعام فرعون من صنعة الخباز وطيور تأكل من السل عن رأسي. فأجاب يوسف وقال هذا تعبيره، 3 سلال هي 3 أيام، في 3 أيام أيضا يرفع فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك. إذن مش كل واحد مصيره زي التاني، الاتنين دول يمثلوا الدينونة، واحد في يوم القيامة يكرم جدا، واحد في يوم القيامة يبقى هلاك أبدي. والاتنين كانت ظروفهم متشابهة أو متقاربة، لكن واحد ربنا شاف إنه يصلح للأبدية، واحد تاني بسبب حياته الردية يهلك هلاك أبدي. زي ما قال المسيح له المجد يبقوا اتنين مع بعض، يؤخذ الواحد ويترك الآخر. فحدث في اليوم الثالث يوم ميلاد فرعون أنه صنع وليمة لجميع عبيده ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس الخبازين بين عبيده. رد رئيس السقاة إلى سقيه فأعطى الكأس في يد فرعون، أما رئيس الخبازين فعلقه كما عبر لهما يوسف. ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف بل نسيه. تعبير أن رئيس السقاة نسيه رسالة مهمة قوي. الإنسان ينسى الإنسان، إنما ربنا ما ينساش ولاده أبدا. ما تحطش رجائك في بشر، لأنه ملعون من اتكل على ذراع بشر. الإنسان مهما كان مديون لك بجميل وعرفان إنما هينسى، وهيهتم بحياته الجديدة وهيركز في مصالحه، ومش هيرد الجميل زي ما انت فاكر. الوحيد اللي ما بينساش ربنا. انتظر الرب، تقوى يتشدد قلبك وانتظر الرب، لسه ربنا هيتدخل في الوقت المناسب. حدث من بعد 2 سنين من الزمن. تصوروا بقى يوسف عايش على امل ان رئيس السقاه يعمل حاجه، وتحول الامل القديم من ان ربنا معايا ويعمل اللي شايفه الى ان الراجل ده يمكن يعمل حاجه. في مسافه 2 سنين غالبا خذل يوسف تماما، وتأكد ان الراجل ده ما منوش فايدة، عشان يرجع تاني رجاءه يبقى في ربنا بس. فات 2 سنين على خروج الوزير، فخلاص يبقى هو نسيني، ارجع تاني اكمل حياتي في السجن. مش واخد باله بقى ان ربنا مش نسيه، ربنا هيرتب ترتيبات الهية عشان يحول مسار يوسف ويرفعه الرفعة التمام اللي كان مرتبها له من زمان. ان فرعون رأى حلما، وده واقف عند النهر وهو ده 7 بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم، فارتعت في روضة، ثم هو ده 7 بقرات أخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم، فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاطئ النهر، فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات 7 الحسنة المنظر والسمينة، فاستيقظ فرعون. ده كابوس مش حلم. في الأول شكل الحلم حلو، 7 بقرات كده شكلهم حلو ومصحصحين وكده، طالعين 7 تانيين معضمين ورفيعين قوي، يقوموا 7 التعبانين دول ياكلوا 7 التخان، حاجة تخوف، حاجة مش طبيعية.
ثم نام فحلم ثانية، هو ذا سبع سنابل طالعة في ساق واحدة سمينة وحسنة. السنابل كلها حاجات مصرية، البقرات اللي كانوا بيرعوا في أرض مصر، والسنابل دي زراعة مصرية مشهورة. ثم هو ذا سبع سنابل رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءه، فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع السمينة الممتلئة، فاستيقظ فرعون وإذا هو حلم. وكان في الصباح أن نفس انزعجت، انزعج جدا لأن ده كابوس، حركة الالتهام دي والأكل، وأن الحاجة الكويسة فجأة كده اتاكلت، المنظر ده أزعجه جدا، فبقى صاحي متنكد. فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها، وقص عليهم فرعون حلمه، فلم يكن من يعبره لفرعون. اشرحوا لي، محدش بيشرح له، محدش مقنع يقول له حاجة. في اللحظة دي بقى رئيس السقاة افتكر. ثم كلم رئيس السقاة فرعون قائلا: أنا أتذكر اليوم خطاياي، زي اللي قال أخ ده أنا فاكر، ده أنا نسيت، ده كان في واحد معايا في السجن وكنت نسيته، كان وصاني وما عملتش حاجة. فقال له: يا خطيتي، يعني أنا افتكرت دلوقتي غلطتي. فرعون سقط على عبدي فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة أنا ورئيس الخبازين، حلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو، حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه، وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرطة، فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا، عبر لكل واحد بحسب حلمه، وكما عبر لنا هكذا حدث، ردني أنا إلى مقامي أما هو فعلقه. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن، فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. فقال فرعون ليوسف: حلمت حلما وليس من يعبره، وأنا سمعت عنك قولا أنك تسمع أحلاما لتعبرها. وفكره محترف بقى وبتاع أحلام ومشهور. فأجاب يوسف فرعون قائلا: ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. الإجابة اللي قالها يوسف دي تؤكد أنه طول الوقت بيصلي وفاكر ربنا وعارف أنها مش شطارة منه، وحاطط كل ثقته في ربنا. فقال له: لا مش أنا، مش أنا، ليس لي، يعني لا مش أنا، مش أنا اللي بعرف، ومش أنا اللي هعرف أرد عليك وأفسر لك الحلم، الله يجيب بسلامة فرعون. ببساطة وسذاجة شهد لإلهه قدام فرعون اللي ما يعرفش إلهه. مع البساطة دي فرعون بسبب احتياجه تأثر جدا. فقال فرعون ليوسف، وابتدى يحكي له الحلم، حكى له بالتفصيل حكاية السبع بقرات الرفيعين اللي كانوا سبع بقرات السمان، والسبع نباتات الهزيلة اللي كانت السبع نباتات الغنية. وبعدين يقول له ايه؟ فقلت للسحرة ولم يكن من يجيبني. فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع، البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هو حلم واحد، البقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي أيضا سبع سنين، والسنابل السبع الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوع. هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع، وذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده، لأنه يكون شديدا جدا. أما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله، والله مسرع ليصنعه. وهو بيسمع الحلم ربنا اداله نعمة وفهم على طول الرسالة، وقال له دول سبع سنين جايين، سبع سنين رخاء وشبع، وراهم سبع سنين جوع مجاعة قفر فقر جديد، سبع سنين الفقر هتاكل سبع سنين الخير. وربنا يعني بمقرر الموضوع ده فكرره مرتين، وهيبتدي الموضوع ده بسرعة قوي، يعني السنوات الجديدة دي كلها شبع وراها الجوع. أولا الرسالة دي هي رسالة سماوية المفروض الواحد يتعلمها، إنه حياتنا على الأرض ما بتبقاش على حال أبدا، ساعة خير وساعة فقر،
ساعة فرح وساعة حزن. يقول الحكيم: لكل شيء تحت السماوات وقت، للجوع وقت وللشبع وقت، للفرح وقت وللحزن وقت. إذا جالك وقت شبعان افتكر إن هتيجي أيام صعبة شوية، ولما تيجي الأيام الصعبة قول هيجي وراها أيام شبع، ولما يجي أيام خير حوش الخير للأيام الصعبة، اعمل رصيد روحي لألا تيجي أيام صعبة ما تقدرش تغذي نفسك روحيا في الأيام الصعبة دي. حوش روحيا، الأهم من أنك تحوش ماديا، حوش روحيا لألا تأتي عليك سنو جوع وفقر روحي. حسن الكلام في عيني في العم. إنما يوسف قبل ما يخلص كلامه على طول طلع بالحل. غريب يوسف وعجيب، لأنه في روح ربنا، ولأنه ماشي مع ربنا، ربنا حطت في قلبه حكمة عالية تلقائية، لأنه دبر قبل كده أيام العمال في قصر فوتيفار، ودبر أيام السجن مع مساجين متعبين، وعنده خبرة إدارة محكمة. تفتق ذهنه واستنار ذهنه ببساطة وطلع بالحل بسهولة جدا. الآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما. أول حاجة في الإدارة الإنسان المدير، رجلا حكيما بصيرا يجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا، ده نظام إداري محكم جدا اللي هيقوله يوسف ده، لغاية النهاردة ممكن تطبيقه. الأول يحط المدير الكبير، وبعدين يجي تحت منه النظار أو الوكلاء، يوكل نظارا على الأرض. هيعملوا إيه دول؟ يأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع. ده حاطط له سيستم محكم جدا، قال له شوف كل منطقة يبقى ليها وكيل ياخد سنة في سنة خمس خراج الأرض ويحوشه ويخزنه، وفوق ده كله مدير عام مشرف على ده كله والتنفيذ. فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة، يعني هيحوشوا كل حاجة سنة ورا سنة. ويخزنون قمحا تحت يد فرعون، يعني كل ده يرجع لإيد فرعون في الآخر، طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض ل7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. عند أولاد ربنا مفيش مشكلة ملهاش حل، صحيح شكلها يخض وكابوس جاي، إنما عند ربنا للموت مخارج، كل حاجة ليها حل. فهذا الشاب الحكيم التقي الروحاني على طول قال الحل ببساطة: فحسن الكلام في عيني فرعون. بصله بإعجاب شديد، وفي عيون جميع عبيده المستشارين والوزراء والناس الحكماء، كل دول قاعدين يسمعوا وذهلوا من حكمة هذا الشاب اللي فسر الحلم وقال الحل كمان. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ أحلى حاجة لما تيجي الشهادة لإنسان من بره الجو الروحي، لما يشهد لأولاد الله من غير المؤمنين، حاجة جميلة لأنها بتقدم كرازة صامتة. ثم قال فرعون ليوسف: بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك. بقى يستخدم اسم ربنا فرعون، قال له بدل ربنا قال لك ده كله أنا مش شايف في حد زيك أبدا، أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. مرة واحدة لقى يوسف نفسه بعد ما كان مدير سجن، وقبل كده مدير قصر، رئيس على عبيد ورئيس على مساجين، دلوقتي رئيس على شعوب وأعظم شعب في زمنهم. شعب مصر في الوقت ده كان أعظم كل الشعوب، كانت أعظم حضارة. فلقى نفسه نطة كبيرة قوي، وتربع على كرسي العالم كله. أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون في أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف: انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف، وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقي، وأركبه في مركبة الثانية ونادوا أمامه اركعوا. فرعون نفسه عشان يدي سلطة ويفوض كل السلطة ليوسف قلع الخاتم بتاعه. الخاتم زمان كان الختامة اللي يختموا بيها الورق المهم والقرارات الكبيرة، وحطه في ايد يوسف، فبقى يوسف صاحب قرار. وقال لهم: منين ما يمشي تركعوا قصاده زي ما بتركعوا لفرعون.
دي بداية تطبيق الحلم القديم اللي لقى فيه ناس هتركع له زمان، لما شاف ال11 كوكب والشمس والقمر بيركعوا له والناس تعجبت من هذا الحلم، ابتدى الحلم يتحقق. وجعلوا على كل أرض مصر، وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون، بدونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في كل أرض مصر. قال له: أنت تمشي الكل، لا وزير ولا حرس ولا محافظ، كله يرجع لك، كلمتك تمشي فوق الكل. طبعا يوسف لو هو بيسمع الكلام ده تلاقيه كان بيتعجب: ايه اللي انت بتعمله معايا ده يا رب، بعد ذل العبودية وبعد ذل من اخواتي وبعد ذل السجن، وبعدين فجأة كده ابقى مهم وابقى كبير والناس كلها عاملة لي حساب. ودعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيخ، واعطاه اسنات بنت فوطي فارع كاهن اون دوجة. فخرج يوسف على كل ارض مصر. دلوقتي بقى له بيت وبقى له زوجة وبقى له أولاد وبقى مكرم. وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر، فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. بعد عبودية السجن وحبسة السجن دلوقتي بيلف في مصر كلها طولها بعرضها، بقى عنده حرية فيها مجد، إشارة إلى حرية مجد أولاد الله. وبدأ خدمته على مصر هو 30 سنة، إشارة أيضا إلى خدمة ربنا يسوع له المجد على الأرض. وأثمرت الأرض في 7 سنين الشبع بحزم، فجمع كل طعام ال7 سنين التي كانت في أرض مصر. شوفوا الواحد لما يلاقي خير يتخدع فيعيش يومه وينسى بكرة، إنما يوسف لأنه واعي ومرت عليه أيام صعبة كتير قوي، كان حازم جدا في تجميع خمس خراج الأرض. يعني إيه؟ ما سابش الناس تتلهي في الخير اللي عندهم، كان بيجمع بمنتهى الشدة والحزم من خلال الوكلاء والنظار في كل حتة، لأنه مصدق وعارف إن جاي أيام صعبة بعد كده. هو شايف الأيام الصعبة، يمكن غيره مش باصص غير تحت رجليه. الشخص الحكيم يبص لقدام ما يبصش تحت رجليه بس. وجعل طعاما في المدن، طعام حقل المدينة جعله فيها، وخزن يوسف قمحا كرام للبحر كثيرا جدا حتى ترك العدد إذ لم يكن له عدد. يعني زي ما تقولوا في أول كم سنة كانوا ابتدوا يعدوا وبعد كده بطلوا يعدوا من كتر ما العدد الرمل القمح بقى زي الرمل. وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع، ولدتهما له أسناد بنت فوطي فارع كاهن اون، ودعا يوسف اسمه البكر منسى. الاولاني سماه منسى ليه؟ قال نسيت الغلب، ربنا نساني الايام الصعبه. عندنا وعد ان ربنا يمسح كل دمعه من عيوننا لما نروح السماء، كل الايام الصعبه تتمسح وتتنسي، كل الذكريات الحزينه تتشال، فهيحصل منسى، الواحد هينسى الاوجاع من كتر الافراح بعد كده. لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي. ودعا اسم الثاني إفرايم قائلا: الله جعلني مثمرا، يعني إفرايم رمز للثمر وإشارة للخير الكتير، مثمرا في أرض مزلته. ثم كملت 7 سنين الشبع الذي كان في أرض مصر، خلصت الأيام الحلوة، وابتدأت 7 سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان جوع في جميع البلدان، أما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. يعني البلاد اللي حوالين مصر من أول سنة جوع افتقروا وجاعوا واحتاسوا، لأنه ما عملوش الحسبة، ما يعرفوش اللي هيحصل، ما عندهمش روح ربنا، ما عندهمش يوسف، ليس لهم خلاص لأن ما عندهمش مخلص. أما نحن لنا مخلص فلنا خلاص. فلما جاعت جميع أرض مصر صرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز. قال فرعون لكل المصريين: اذهبوا ليوسف، أنا ما أعرفش، روحوا ليوسف. تلاحظوا أن يوسف ساب الناس تشكي الأول، لأنه لو طلع الخير بسرعة يرخص الخير، سابهم لما خلصوا آخر لقمة عندهم وآخر بقه مية، وابتدوا يقولوا احنا هنموت، عشان يحسوا بقيمة كل خبز بعد كده. والذي يقول لكم افعلوا، روحوا ليوسف يحل المشكلة. وكان الجوع على كل أرض وجه الأرض، وفتح يوسف جميع ما فيه طعام. ابتدى يوسف يأمر بفتح المخازن بقى بحساب شديد وبإحكام وبإدارة محكمة وتوزيع المهام، لأن فتح المخازن لو طلع بطريقة عشوائية تخلص في سنة، فلازم تحصل بمنتهى الحكمة لأن لسه معانا 7 سنين جوع.
وباع للمصريين واشتد الجوع في أرض مصر، وجاءت كل الأراضي إلى مصر، بقى كل الناس تيجي على مصر سامعين إن مصر فيها أكل، إلى يوسف لتشتري قمحا لأن الجوع كان شديدا في كل الأرض. ربنا سمح بده كله ليه؟ مش بس عشان يوسف يكبر ويطلع لمكانة عالية ويعوضوا عن سنين الجوع والغلب، إنما ربنا شايف حاجة تاني، عاوز يرجع الابن لأبوه، عاوز يفرح قلب يعقوب، عاوز كمان ياخد ولاد يعقوب وينزلهم مصر في أرض العبودية، لأن ربنا كان ظهر لأبونا إبراهيم زمان وقال له ولادك هيتغربوا في أرض غريبة ويتذلوا، وأنا عاوزهم يعرفوا كده عشان يدوقوا الخلاص بعد كده. كل ده كان ترتيب إلهي. إحنا ساعات نبقى شايفين حاجة تحت عينينا مش عارفين أبعادها، ربنا له ترتيبات أعلى كتير من تفكيرنا، زي ما يقول الكتاب كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. إحنا بنبص لمشكلة ونقول يا رب تخلص وخلاص، ورا المشكلة في بركات وفي خيرات وفي ترتيبات أعجب جدا من تفكيرنا إحنا كبشر. كل مشكلة يسمح بها ربنا لأولاده يبقى وراها مكاسب كتير قوي. المجاعة اللي وجعت قلب الناس دي هي اللي خلت يوسف يبقى فرعون الثاني، هي اللي رجعت يوسف لفرعون، هي اللي نزلت أولاد يعقوب إلى مصر، هي اللي بدأت رحلة خلاص شعب إسرائيل على يد موسى بعد مئات السنين. بعد كده يحصل بقى اللقاء التاريخي بين يوسف وبين إخواته، ده فات على غربته سنين طويلة قوي، لكن دلوقتي ولاد يعقوب جعانين فلازم ينزلوا مصر زيهم زي غيرهم. فيقول يعقوب أنا سمعت أنه يوجد قمح في مصر، انزلوا واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. فنزل 10 من إخوات يوسف ليشتروا قمحا من مصر، أما بنيامين أخو يوسف فلم يرسلوا يعقوب مع إخواته لأنه قال لعله تصيب أذية. فأتى بنو إسرائيل ليشتروا بين الذين أتوا لأن الجوع كان في أرض كنعان، وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض. فأتى إخوة يوسف وسجدوا. طبعا لما دخلوا العشرة وسجدوا ليوسف من اللحظة الأولى يوسف عرفهم، بس يوسف بشكله الجديد وبعد السنين دي كلها والوقفة بين الوزراء والعساكر ما خلتهمش يفكروا في لحظة إن ده يوسف، إنما يوسف هو شكله ما اتغيرش كتير، لسه جلاليب كنعان ولسه بهدلة الرعاة، وهي نفس العشرة إخواته. فلو الملامحهم عرفهم على طول، ولما دخلوا كعادة الشعوب تسجد لهذا الرجل المسؤول، ولما ركعوا مش بعيد مخه راح على طول في الحلم اللي فات عليه يمكن 20 سنة أو أكتر، لما حلم زمان أنه هيسجدوا له في يوم وقال له يا رب ما فيش كلمة أنت بتعملها إلا وبتحصل في وقتها، كل اللي بتقوله له معاد ولازم يحصل، وركع قصاده. ولما نظر يوسف اخواته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء، هو لسه عاوز يختبرهم هم اتصلحوا ولا لا، تابوا ولا لا، ابوه عايش ولا لا، اخوه الصغير عملوا فيه اللي اتعمل فيه هو كمان ولا لا، عنده اسئله كتيره قوي شغلاه، فتعامل معهم بجفاء عشان ما يعرفوهوش وخبى عنهم الحقيقه. وقال لهم من اين جئتم؟ قالوا من ارض كنعان لنشتري طعاما. وعرف يوسف اخواته اما هم فلم يعرفوه. برضو بتفكرنا ان ربنا يسوع عرفنا كويس واحنا مش عارفينه كويس، احنا ظلمناه واحنا يعني تعبناه، انما هو بحب شديد بصص لنا وقد يتعامل معنا بجفاء مؤقتا لترتيبات اجمل لينا ولحسابنا. يا ترى هيحصل ايه بين يوسف واخواته؟ ده اللي هنعرفه المرة الجاية. بفكركم بالميل بتاع البرنامج، نستنى اسئلتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.